تعزيزا للعلاقات بين فلسطين والأردن الشقيق، افتتح معرض الصناعات والمنتجات الأردنية اليوم في مدينة رام الله بمشاركة 50 شركة أردنية بهدف تمكين الصناعات وفتح السوق ما بين البلدين. يجب أن يكون هناك إحلال عربي وتحديدا من المملكة الأردنية الهاشمية للبضائع حتى يعني نستطيع أن نقاوم ما هو منتج إسرائيليا في الأسواق الفلسطينية. وأيضا يعني إحنا نسعى دائما لتمكين الصناعة الوطنية الفلسطينية من أجل نشرها في الدول العربية وتصدير هذه البضائع. الشراكة التجارية والصناعية ما بين البلدين وضعت آليات للتخفيف من عراقيل وإجراءات الاحتلال للاستمرار بعلاقة التعاون الاقتصادي وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة. نعتبره خطوة إيجابية كبيرة باتجاه توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وفلسطين، وإعطاء فرصة للقطاع الخاص الأردني لعرض المنتجات والتواصل أيضا مع نظرائهم في الجانب الفلسطيني. وإحنا ندعو إن شاء الله إلى تواصل هذا النوع من المعارض والتواصل يعني على المستويات الأخرى في المجالات الثانية. نعتبر السوق الفلسطيني مكمل للسوق الأردني، وكون الأردن بتصدر إلى 184 دولة، فمنعد فلسطين احد اهم الدول، لانه اول شيء في تواصل يعني اهلي، في تواصل وطني، في تواصل للقضيه، ومن ثم في صناعه جيده بتصنعها الاردن قادره انها تستحل مكان الصناعه الاسرائيليه. المعرض الذي يستمر لمده 3 أيام في قاعه سريه رام الله هو مبادره من وزاره الصناعه والتجاره والتموين الاردنيه ووزاره الاقتصاد الوطني الفلسطيني وهيئه تشجيع الاستثمار وغرفه الصناعه والتجاره الاردنيه. لتلفزيون القدس لمى أبو هلال، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس .com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.